السلام عليكم. الحمد لله وصلنا للفيديو رقم 16 في كورس ما قبل البرمجة، وهنتكلم فيه النهاردة عن برمجة الويب. طبعا انا متأكد ان عدد كبير جدا من الناس بتخش المجال دوت مش عشان موضوع البرمجة نفسها، على اساس ان هم يوجدوا فرصة عمل افضل في مجال الاي تي. فمن اكتر مجالات البرمجة المطلوبة هي برمجة الويب، وبالتالي عدد كبير من الناس اول ما يخش البرمجة يقول لك انا جاي اتعلم برمجة ويب، والكلام ده خطأ تماما. يعني هنعرف خطأ ليه، لان البرمجة هي برمجة، لازم تتعلم يعني ايه برمجة وكيف استخدمها وازاي هتفيدني، لغاية لما اوصل لنقطة فيها اسمها برمجة الويب، او اي نقطة اخرى برمجة الجيمينج او برمجة الديسكتوب ابليكيشن، او لازم تاخد اساسيات. ولكن خلينا نتفق اتفاقية، تعالوا نفهم الاول يعني ايه برمجة الويب، ونعرف هل في طريق مختصر في حالة برمجة الويب وكذلك في حالة برمجة الموبايل ممكن اسلك هذا الطريق المختصر. هنشوف لسه انا ما جاوبتش على السؤال ده. جميل، تعال نتكلم النهاردة عن برمجة الويب ونأجل الاجابة عن الكلام ده للاخر. هو ايه اللي خلى يظهر حاجة اسمها برمجة الويب؟ ايه اللي خلاها ظهرت؟ اللي خلاها ظهرت ان ابتدى يظهر حاجة في العالم كله اسمها الانترنت. ده كلام جميل قوي. بظهور الانترنت اصبحت عدد كبير من الاجهزة حول العالم بتقدر تعمل كوميونيكيت مع بعض وترتبط ببعض بطريقة سهلة عن السابق. جميل، يبقى أول حاجة بالنسبة لنا هي ظهور الإنترنت. ظهور الإنترنت دوت خلى الناس اللي بتتكلم في مجال البرمجة تفكر لنوع جديد من البرمجة اسمه إيه؟ اسمه ويب بروجرامينج. يعني لو ما كانش في إنترنت كان هيبقى عندنا ويب بروجرامينج؟ الحقيقة لأ. هنعرف إيه السبب. كويس؟ إن كان الواحد قبل كده ما بيعمل برنامج وعايز ينزله في مكان معين في شركة، يبتدي يعمل سيت اب للبرنامج اللي هو عمله ده على كل جهاز في الشركة. جميل. المشكلة الناس فكرت في حاجة جميلة جدا، طب أنا ليه أنزل البرنامج على كل جهاز في الشركة؟ طب إيه المانع إن البرنامج ده يكون في مكان بعيد عني وأنا أستخدمه وأنا موجود في مكاني؟ من هنا جت الفكرة. يبقى إذا الأبلكيشن موجودة في مكان بعيد وأنا بستعملها وأنا قاعد في مكاني، ممكن تبقى الأبلكيشن دي في أمريكا وأنا في مصر وأنا بستعملها. طب إزاي يتم الكلام ده؟ هنقول سبب بقى إزاي هيتم الكلام ده هنقول، ولكن البداية لما حصل موضوع الإنترنت ده وبقت الأجهزة مرتبطة ببعضها، ظهر كونسيبت تاني كمان بعدها جميل قوي اسمه إيه؟ World Wide Web. إيه الكونسيبت دوت؟ تعال نشوف أهو. World Wide Web، إن أصبح في اي مكان في العالم في ريسورس. في ايه؟ ريسورس. والريسورس دي في حاجه بتحددها، بتقول هي موجوده على انهي سيرفر، موجوده في انهي مكان جوه السيرفر ده، والسيرفر ده ليه اسم او ليه اي بي عشان اوصل له. جميل. وبالتالي ظهر مفهوم مهم جدا، ان اي ريسورس موجوده على الانترنت، اي ريسورس موجوده على الانترنت ليها حاجه اسمها URL، Uniform Resource Locator. اوكي، يعني على سبيل المثال حاجة بالشكل ده http:example.com، ده مكان ممكن الاقي جواه دوكيمنت واستدعي الدوكيمنت دوت. جميل، ظهرت قصة خطيرة. طب هو الدوكيمنت ده لما انا هوصل له، تعالى بقى نجيب برنامج البنت اهو. الدوكيمنت ده لما انا هوصل له اهو، الدوكيمنت جالي هشوفه ازاي؟ هتفرج على الدوكيمنت ده ازاي؟ فاكتشفنا ان الدوكيمنت ده اقدر افتحه من خلال ما يعرف بالبراوزر. سعادتك تيجي في البراوزر ان هو في الاو ان هو، وتكتب اليو ار ال بتاعت الحاجه اللي انت عايز توصل لها، تحدد بالظبط اليو ار ال كامل بتاعها، يجي لك هنا دوكيمنت اللي انت استدعيته. جميل. الدوكمنت ده تلاقي جواه عادة مجموعة من اللينكس. جميل.
تدوس على اللينك ده يقوم رايح لدوكيمنت تاني على اي اساس؟ بناء على اليو ار ال بتاعت الدوكيمنت التاني. طب ادوس على اللينك ده يروح لدوكيمنت تالت على اي اساس؟ بناء على اليو ار ال بتاعت الدوكيمنت التالت. ادوس على اللينك دي يوديني لدوكيمنت رابع بناء على ايه؟ بناء على اليو ار ال بتاعت الدوكيمنت ده. يعني الصفحه الرئيسيه دي ليها يو ار ال، وكل صفحه من الصفحات دي ليها يو ار ال الخاص بيها. جميل. الحركه دي هي بدايه ان انا اقدر اجيب ريسورسز بطريقه سهله، كويس؟ فالقصه دي من كتر التشابك اللي فيها بقت شبه ايه؟ خيوط العنكبوت. ومن هنا كانت بدايه ايه؟ موضوع الورلد وايد ويب. يبقى ده اسلوب ايزي شير ذا داتا فروم ذير. كان بيتكلم عملوا للعلماء عشان يقدروا يشيروا الداتا بتاعتهم، الاكسبيرمنت بتاعت ده في البدايه واول ما عملوا، بعد كده العالم كله استعمله. وفهمنا ان كل دوكيمنت لازم يكون ليه اليو ار ال بتاعته. حلو قوي. هنا بقى ظهر حاجه خطيره جدا، ظهرت كلمه براوزر. نرجع لها، هات كلمه براوزر دي اهو، البراوزر الجميل اللي قدامي ده. تعالى نعمل فايل نيو. هو كل جهاز عنده براوزر؟ اه طبعا كلنا عندنا براوزر. اه وليكن اي براوزر بقى، الايه؟ الجوجل كروم. جميل. البراوزر ده بعد ما اكتب فيه اليو ار ال زي ما اتفقنا هيحصل ايه؟ لما بكتب يو ار ال وادي انتر بيحصل حاجه مهمه قوي، ان البراوزر ده بيروح بناء على الانترنت يحاول يستدعي الايه؟ يبقى ده البراوزر. يستدعي الريسورس اللي انا طلبتها دي. هيجيبها منين الريسورس دي؟ عاده في حاجه بترد عليه اهو توصله للصفحه دي اسمها ويب سيرفر، هو اللي عليه كل الدوكيمنت سعادتك عايزها دي. طلبت منهم واحد يجي لك هنا، يبقى البراوزر ده هو اللي بيقدر يقوم يكلم الويب سيرفر، اوكي، عشان يستدعي منه ايه؟ ريسورس معين بناء على اليو ار ال حضرتك كتبته. وبالتالي بيحصل حاجه هنا اسمها ريكويست. حلو. والله الراجل ده لقى الدوكيمنت اللي انت عايزه، هو ده هيبعته لك، مش كده؟ هيرد عليك يبعته لك من خلال حاجه اسمها ايه؟ ريسبونس. جميل جدا. طبعا كل الكلام ده بيتم من خلال الانترنت. دلوقتي هنعرف في حاجه بس عشان الناس اللي ايه؟ اللي بتدور على بس اي كلمه بقولها قاعدين لي عشان السقطه واللقطه. هنعرف ان في حاجه تانيه بعد كده اسمها الانترنت. ان انا ممكن اعمل الكلام ده كله داخليا جوه الشركه من غير ما اطلع الانترنت، لكن البدايه زي ما انا قلت لكم، البدايه ان الموضوع ده الويب بروجرامنج الناس اخترعوه علشان لقوا ان هم ممكن يستفادوا بالانترنت اللي موجوده دي، وممكن الاجهزه تعمل كوميونيكيت مع بعضها عن بعد. دي البدايه. جميل. انا بتكلم في الانترنت وفكره الويب بروجرامنج. جميل. حصل الكلام الجميل قوي ده، وجات لك الريسورس، والريسورس توديني ريسورس ثانيه وثالثه ورابعه، والدنيا بقت ايه؟ بقت جميله كده. وابتدي فكروا في فكره ظريفه جدا. ايه؟ طب انا ممكن اعمل ابلكيشن واحطها في مكان اخلي الناس تاكسسها من اي حته في العالم. اه ازاي بقى الكلام ده؟ اهو ده سهل قوي. انا كل اللي اعمله اقوم عامل ابلكيشن اهو، واقوم جايب ادي الويب سيرفر بتاعي، ادي الويب سيرفر بتاعي، احط عليه الابلكيشن. اه الابلكيشن هتحط عليه دي يبقى اسمها ويب ابلكيشن. هي ابلكيشن عاديه جدا مكتوبه باحد اللغات، هنعرف ايه القصه، ولكن المستخدمين فيها تكنولوجي بتاعت الايه؟ الويب. وتبقى الابلكيشن هنا قاعده مستنيه اي حد يستدعيها. طب ساعتها هتستدعيها ازاي؟ اي واحد حول العالم مجرد يخش على البراوزر اللي عنده على الجهاز ويكتب اليو ار ال اللي يوصله للابلكيشن دي، فهيعمل ايه؟ هيعمل ريكويست. هترد عليه الابلكيشن بايه؟ اللي موجود على الويب سيرفر. هتقوم رد عليه بايه؟ بريسبونس. ممكن يكون الريسبونس الاولاني انها تجيب له الصفحه الرئيسيه بتاعه الابلكيشن دي اللي بتطلب منه من فضلك اعمل ايه؟ لوجن.
اديني يوزر نيم وباسورد عشان اكمل معاك الايه الموضوع. الابلكيشن موجوده فين؟ موجوده هنا عن بعد عني، دي الابلكيشن، وسميناها ويب ايه ابلكيشن لان طبيعتها كده، دي مش ابلكيشن ديسكتوب ابلكيشن ولا حاجه، دي ويب ابلكيشن. جميل. ويبقى انا محتاج عشان اشغلها بس محتاج ايه؟ براوزر. حلو قوي. طب الريكوست ده لما بيروح وبيرد عليا الريسبونس عشان يحصل كوميونيكيشن بين الكلاينت، ده اسمه الكلاينت، وبين السيرفر، ده اسمه السيرفر. ايه؟ عشان يحصل الريكوست والريكوير ده محتاجين، عشان الاثنين دول يكلموا بعض محتاجين حاجه اسمها بروتوكول. يفهم القصه ده، يمشي من خلال الانترنت. فالبروتوكول اللي يقدر ينقل معلومات من خلال الانترنت في صوره الايه؟ وورلد وايد ويب. كويس؟ الصوره دي كويس؟ سميناه ايه؟ سميناه البروتوكول ده اتش تي تي بي. دي كانت البدايه بتاعته. اتش تي بي بروتوكول. يبقى ده ايه؟ بروتوكول. ده ايه؟ براوزر. امال ده ايه؟ ويب سيرفر. جميل. انا بسالكوا سؤال، واضح من الكلام ده مين اللي بيعمل ريكوست ومين اللي بيعمل ريسبونس يرد على الراجل دوت؟ تالي واضح. جميل. بس السؤال المهم قوي 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 قوي، الراجل ده لما يبعت اي معلومه هنا للكلاينت لازم الكلاينت يفهم المعلومه دي. فالكلاينت ده اللي هو البراوزر، يعني عند الكلاينت عنده براوزر، فالبراوزر ده بيفهم لغه بسيطه جدا وهي ليست لغه برمجه. اسمها ايه اللغه دي؟ اسمها HTML. يعني معلومه لما تجيلي لازم تجيلي في صوره يفهمها البراوزر، الصوره اللي بيفهم البراوزر بيها بيفهم بطريقه او بلغه اسمها HTML، ودي ليست لغه برمجه. حلو جدا. لو قسمنا القصه كده واحنا عاملين خط علشان الواحد يكتب الواجهه اللي هتبقى الايه اللي هتتعرض هنا عند الايه؟ عند البراوزر او عند الكلاينت، مهم قوي يتعلم HTML. جميل. اما اللي هيشتغل هنا عند الويب سيرفر فبيتعلم ايه؟ لغات برمجه اخرى، نسيبها دلوقتي. طيب عشان كده هم قسموا القصه دي لجزئين، جزء هنا بيسموه فرونت اند ديفلوبر، حلو قوي، وهنا سموه ايه؟ باك اند ديفلوبر. الحقيقه عشان انا ابقى ايه بروجرامر ويب المفروض اعرف الاثنين، لكن في ناس تقول لك كتير قوي معلومات كتير قوي هاخد فتره كبيره، انا هتخصص في الجانب ده بس اللي هو بتاع الايه ده اللي هو بتاع الفرونت اند، وادي لك لا ده انا هتخصص في الجانب ده بس اللي هو بتاع الباك اند، وادي لك انا هتخصص في الاثنين. ينفع؟ مفيش مشاكل خالص. طبعا طبعا اكيد ان البروجرامر اللي ناوي يتخصص في الفرونت اند ديفلوبر مستواه اقل شويه من البروجرامر اللي ناوي يشتغل في الباك اند ديفلوبر، مش كده؟ جميل. عشان كده في ناس تبقى مش عايزه تخش قوي في تفاصيل البرمجه فتقول لك لا انا ايه انا هشتغل بس فرونت اند ديفلوبر، البرمجه فيها ايه؟ خفيفه. البرمجه فيها سمعوني خفيفه. جميل. ولكن فيها برمجه طبعا لان فيها كلمه فرونت اند ديفلوبر، بعدين كلمه ديفلوبر ظهرت يبقى فيها برمجه. جميل. الكلام ده هتلاقوه موجود عندكم هنا الى حد ما بالتفصيل. تعال نشوف كده اهو فين، هنا اهو. اتفقنا؟ يبقى اذا عم تيم دوت لما اخترع الكونسبت ده قال التكنولوجي دي اللي هنقدر نتبادل بيها المعلومات هتعتمد على ايه؟ على شويه مفاهيم، على الاتش تي ام ال، وانك تبقى فاهم يعني ايه ار ال، وتبقى فاهم ان في بروتوكول اسمه ايه؟ اتش تي تي بي. كل الحاجات دي ما زالت موجوده حتى الان لغايه النهارده، مع انه اخترع الكلام ده سنه كام؟ سنه 89. حلو. وكمان لازم تبقى فاهم ان في حاجه اسمها ويب براوزر وحاجه اسمها ايه؟ ويب سيرفر، وان واحد من دول بيعمل ريكويست ويرد التاني عليه بايه؟ بريسبونس. كلام قوي ده، كلام جميل. انا بتكلم في الصوره المبدئيه دلوقتي، ما بنخش في اي تفاصيل. طيب حلو قوي. طب نكمل القصه. وبالتالي ظهر مفهوم جديد اسمه انترنت بيس بروجرامينج، زي الفل. وقلنا
الانترنت بيس بروجرامنج ده اتقسم لشقين. اه والله قلناها، فرونت اند وايه سمعوني كده، وباك اند. حلو قوي، في فرق بينهم. اه ساعات الفرونت اند نسميه كلاينت سايد ديفلوبمنت، كلاينت، امال ده نسميه اللي تحت ده نسميه سيرفر سايد. طيب وده بيحتاج لانجويج وفريم ورك وبعض البروجرامنج لانجويج زي ايه؟ ادي واحده من اللانجويج اللي بيحتاجها. في فرق بين كلمه لانجويج وبين بروجرامنج لانجويج. وادي السي اس اس اللي بيحتاجه، وادي الجافا سكريبت، كل دول عشان يبيلد ايه؟ يبيلد شاشه جميله جدا تبقى هي واجهه الايه؟ الويب بروجرامنج. جميل، هنعرف كل واحد من تفصيل حكايته. اما الباك اند ده بيستخدم بروجرامنج لانجويج، هنا ظهرت كلمه بروجرامنج لانجويج. هو في اللي فوق دول الاول عشان ما نسيبهمش، مين من دول يصنف بروجرامنج لانجويج؟ بس الجافا سكريبت، اما دول مش بروجرامنج لانجويج. ادوات هتساعدني ان انا اعمل الكلاينت سايد ديفلوبمنت بتاعي. اما هنا الباك اند بيحتاج بروجرامنج لانجويج زي الجافا او السي شارب او البايثون او البي اتش بي، ليه؟ عشان يعمل ابلكيشن مكتمله ترد على مين؟ ترد على الفرونت اند ديفلوبر عشان تكتمل القصه. جميل، حلو كده. طبعا اللي يعرف بقى، لو سمينا ده واحد اللي هو الايه الفرونت اند، وده اتنين، اللي عايز يتعلم الاثنين يبقى ديفلوبر نسميه ايه؟ نسميه فرونت اند ديفلوبر ولا باك اند ديفلوبر؟ لا، بيسمى فول ستاك ايه ديفلوبر. جميل، ده كلام جميل جدا. هنركز على مين بقى دلوقتي؟ على الفرونت اند ديفلوبر. الفرونت اند ديفلوبر زي ما احنا قلنا كويس، ده راجل بروفيشنال في ريسبونسبل فور ديزاين اند امبلمنتنج اوف انترفيس، الانترفيس اللي هتشوفه للابلكيشن، اللي هتوصل الريكوست لمين؟ للويب سيرفر عشان يرد عليها او للباك اند. طيب جميل، وبالتالي مهم قوي ان الراجل ده يكون عنده شويه ديزاين عشان يعمل شاشات كويسه. عشان كده ظهر كمان حاجه اسمها الويب ديزاينر، ده جزء من مهام الويب ايه اللي هو الفرونت اند ديفلوبر. في ناس بتقول لك لا انا ماليش دعوه بالديزاين وهخلي حد يعمل لي ديزاين، لكن عاده ايه هو اللي بيقوم بالدورين دول عاده، قلت بيقدر ايه بيخلق الويب سايت ابيرنس اند ديزاين. جميل، والفرونت اند ديفلوبر بقى بيتاكد ان الديزاين ده بيشتغل مظبوط اونلاين من خلال ايه؟ من خلال الكودنج للانجوج زي ايه؟ زي ال HTML وال CSS، ومعاهم كمان بروجرامنج لانجوج اسمها ايه؟ جافا سكريبت. حلو قوي، يعني انا فهمت من كلامك علشان ابقى فرونت اند ديفلوبر اول حاجه هتعلمها لازم مش بمزاجي واحد ايه؟ HTML. ليه؟ عشان اقدر احط معلومات يشوفها الراجل، اصمم له شاشه حتى لو كانت شاشه دخول، لازم اصمم الشاشه دي بايه؟ بالاتش ام ال. ولكن الشاشه اللي هصممها كده علشان تبقى شيك هضطر استعمل معاها حاجه اسمها ايه؟ سي اس اس، ده للشياكه. ده يعمل شاشه اه، لكن ده يعمل شاشه وشيك كمان. طيب وعشان الشاشه دي اديها روح شويه واديها اي دايناميك افكت، فانا هحتاج حاجه اسمها جافا ايه؟ سكريبت. ليها ادوار كتير بس غير الديناميك افكت هتشوفوها معايا حالا. هركز دلوقتي في الفرونت اند ديفلوبر. طب يبقى انا عشان ابقى فرونت اند لازم الثلاثه دول اساسيين. طب تعالى نتحرك، نتكلم الاول بال HTML. حاضر، ايه قصه ال HTML دي؟ هتكلم عشان الناس تبقى فاهمه هتتعلم ايه. ال HTML دي هي عباره عن لغه وليست لغه برمجه، اختصار هايبر تكست ماركابل لانجوج. ودي بت ايه؟ ان انا ببني مجموعه من البلوكس كده عشان اكون بيها الانترفيس بتاعي. جميل، اللغه دي الحقيقه عشان اعمل الكلام ده هي بتشتغل من خلال حاجه اسمها تاجز. كل تاج يفهمها ايه اللي هيحصل في الصفحه دي، وبالتالي التاج عاده بيبقى حاجه بالشكل ده، ويبقى هنا في معلومات ويتقفل التاج كده اهو. يعني على سبيل المثال لو انا عايز احط باراجراف فيه كلام هعمل بي واكتب الكلام هنا واقفل البي ده، واقفل الباراجراف. جميل، اغلب التاجز بالشكل ده، واللي جوه ده بيبقى المحتوى
عشان كده بنسميها contained tags، يعني tags فيها contained. ولكن في مجموعة من التاجز ايه؟ التاج يتفتح بس كده وما يتقفلش، زي ايه؟ زي التاج ده اللي اسمه HR horizontal row كده اهوت بالشكل ده. بيعمل ايه الهوريزونتال رو دوت؟ بيعمل لك خط كده فاصل، اوكي؟ بس خلاص، مش مفيش بقى اي، ما بيعملش دوره اكتر من كده. جميل. يبقى دي اسمها الايه؟ ال HTML. لازم اتعلمها. في منها فيرجنز، في منها فيرجن دي، لكن اخر فيرجن هو فيرجن 5، وده اللي المفروض تتعلموه دلوقتي وتستخدموه، والموضوع بسيط جدا. طيب، يبقى انا قدرت اكون الصفحه اللي هيصفها اليوزرز، اللي هتسمح له ان يوصل للايه؟ للسيرفر، او حتى لو كانت ايه، او يطلب اي معلومه هتجيله في صوره صفحه زي بالشكل ده، حتى لو مصممه الصفحه دي على السيرفر. جميل. باستخدام HTML. طب الصفحه دي لو انا عايز اشيكها شويه، هضطر استعمل حاجه اسمها ايه؟ CSS. CSS دي عشان تعمل لها ايه؟ تعمل لها ستايل. حتى كلمه CSS دي اختصار كاسكيدنج ستايل شيت. طبعا ما اقدرش استخدم ده لوحده، ده بيحلي او بيدي جمال لمين؟ لل HTML. جميل. طيب، حلو قوي. طب انا عايز اشوف الكلام دوت، احس بيه. الموضوع ده فيري سمبل جدا، فيري سمبل جدا. يعني على سبيل المثال، لو انا ناوي اعمل ابلكيشن الناس تخش عليها، احطها لهم على السيرفر عندي، يخشوا يشوفوا الخدمات اللي عندي وياخدوا الخدمه دي ويدفعوا فلوس. نفترض لو انا ناوي اعمل تريننج سنتر. جميل. فتعالوا نشوف القصه دي ببساطه. بس قبل ما نعمل القصه دي، لازم نبقى عارفين حاجه مهمه اوعى تنسوها، ان ال HTML هو مجموعه من التاكس، وبتتكتب بطريقه معينه هنشوفها لما تتعلم ال HTML. وال CSS ان الحاجات اللي اتكتبت ال HTML بتخلي شكلها اجمل شويه. جميل. طب ما تيجي نكمل حته كمان. ايه الحته كمان؟ نخش على الجافا سكريبت. ايه الجافا سكريبت؟ دي عباره عن بروجرامنج لانجوج اتعملت في البدايه علشان تخدم موضوع الويب، تخدم على ال HTML وعلى ال CSS. يبقى مش الصفحه شيك بس، تبقى كمان فيها نوع من الديناميكيه. يعني ايه نوع من الديناميكيه؟ يعني مثلا عايز اعمل صفحه لما افتحها الصبح الاقي يقول لي جود مورنينج، ولما افتحها بالليل نفس الصفحه الاقي يقول لي جود ايفنينج. الله، عارف منين؟ يبقى انا محتاج لغه برمجه تروح تبص ايه على الساعه، وتعرف الساعه كام. لو لقيتها وقت بالليل تقول لي جود ايفنينج، كويس؟ ولو لقيتها الصبح تقول لي جود مورنينج. يبقى محتاج لغه تقدر تقرا يعني الساعه كام دلوقتي، وبناء على اف كونديشن، جمله اف تطلع رساله مختلفه حسب الوقت. هعمل الكلام ده ازاي؟ فانا مجبر اعمل الكلام ده بالايه؟ بالجافا سكريبت. طبعا اللغه اتطورت بعد كده اهو. طبعا اول ما اتعملت دي هي كانت دي الضلع الثالث في الفرونت اند. بعد شويه اتطورت اللغه دي واتعمل فريم ورك جميل قوي اسمه نود جي اس، بقى ممكن استعمل اللغه دي كمان في الباك اند. الله الله، يا سلام يا سلام. يعني بلغه واحده اشتغل فرونت اند وباك اند. ايوه طبعا. طب دي حاجه جميله. حلو. جميل الكلام ده؟ تعالوا نكمل كمان. ايه؟ لما عملوا الجافا سكريبت دي، كانت الناس مستمتعه بتاعت الفرونت اند اللي هربت من البرمجه وراحت تتعلم ويب بروجرامنج من غير ما تتعلم برمجه، زي HTML حاجات حماده، CSS حاجات بس ايه بتحلي الشكل، جافا سكريبت يعني برمجه على خفيف اول ما طلعت ايه في خدمه الايه؟ الفرونت اند. بس ايه؟ كلمه برمجه على خفيف يعني فيها برمجه. فابتدوا الناس يكتشفوا ايه؟ ان العمليه لازم فيها برمجه. فقال لك احنا عايزين نخلص من البرمجه، ده احنا جايين نتعلم فرونت اند عشان نخلص من البرمجه والتعقيدات بتاعتها والفكر اللي فيها. فابتدوا الناس ايه؟ قالوا لهم طب احنا هنسهل لكم الدنيا شويه. يا ناس اللي بتشتغلوا جافا سكريبت في الفرونت اند، ايه؟ هنعمل لكم حاجه اسمها لايبرز، وايه كمان؟ وفريم وركس جاهزه. انتوا تستعملوها من غير ما تخشوا في التعقيدات بتاعت اللغه اللي اسمها ايه؟ جافا سكريبت. ما تخشوش قوي فيها، استعملوا على طول الحاجات الجاهزه دي. من اشهر اللايبرري دي لايبرري اسمها جي كويري، جميله، تعمل بيها حاجات كتير قوي. ما
من غير ما نخش ايه في تعقيدات الجافا ايه سكريبت والبرمجه بتاعتها. وابتدوا عملوا كمان مجموعه من الفريم ورك تخدم لك جدا في الموضوع ده، كلهم مبنيين على ايه؟ على الجافا سكريبت، بس بعدوك عن التفاصيل، زي فريم ورك اسمه فيو، فريم ورك اسمه رياكت، فريم ورك اسمه انجلر، كل دول في الايه؟ في الفرونت اند. طب دي حاجه حلوه، ده دول ممكن يخلوني ابعد قوي عن تعقيدات الايه؟ البرمجه والجافا سكريبت. جميل، عملنا الكلام الجميل ده وكل حاجه زي الفل. قالوا بس في مشكله كبيره قوي، الدنيا اتطورت، انت كنت بتخش على الانترنت عن طريق الكمبيوتر، لكن دلوقتي انت ممكن تخش الانترنت عن طريق الموبايل، طبعا ممكن تخش كمان عن طريق التابلت. الله 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 الله، يعني ممكن اخش عن طريق الموبايل، عن طريق التابلت، عن طريق اللابتوب، عن طريق الديسكتوب، كل دي. بس في مشكله كبيره. ايه مشكله كبيره؟ ان الشاشه هنا كبيره جدا، يمكن تبقى 17 انش، وشاشه اللابتوب دي ممكن تبقى صغيره تبقى 13 انش، وشاشه التابلت دي ممكن تبقى اصغر واصغر 9 انش، والموبايل شاشته اصغر واصغر 6 انش. فازاي الصفحه اللي انا مصممها تشتغل على الاحجام المختلفه دي من غير ما تعمل لي مشاكل؟ يعني مثلا اكون مصممها على الصفحه الكبيره، اجي افتحها على الموبايل الاقي الجزء ده كله اختفى. ايه الكلام الفاضي ده؟ فقال لك لا، احنا هنعلمك حاجه ظريفه قوي، ان وانت بتعمل الويب سايت بتاعك ده تعمله ريسبونسيف ديزاين. يعني ايه ريسبونسيف ديزاين؟ يعني تتعب انت بقى بال HTML وبال CSS وبال جافا سكريبت، تتعب نفسك شويه علشان ايه؟ علشان تقول له والله لو حد بيفتح الموقع ده من الموبايل يعرف زي من الموبايل، بيشوف احجام الشاشه اللي بيفتح منها الابلكيشن ويقوم يعدل شكله. وكانت العمليه دي مرهقه جدا لغايه لما ربنا كرمنا واخترعوا لنا بقى ايه؟ كنا بنعملها ازاي الحركه الريسبونسيف ويب سايت دي؟ باستخدام قوي السي اس اس. قال لك لا، احنا هنعمل ايه؟ والجافا سكريبت الاثنين دول مع بعض كانوا بيساعدوني ان انا اعمل ايه؟ اعمل ريسبونسيف ويب سايت. بس كانوا متعبين جدا، فقال لك لا، هنسهل على الناس، هنخترع لهم احنا ايه؟ فريم ورك كده اسمه بوت ستراب. الله الله، هو ده بقى عباره عن كوليكشن من الاتش تي ام ال ومن السي اس اس ومن الجافا سكريبت على بعض كده في الخلاط، لما تستعملهم هم يعملوا لك ايه؟ ريسبونسيف ويب سايت. يعني ايه ريسبونسيف ويب سايت؟ يعني سعادتك تعمل ويب سايت واوتوماتيك لما تيجي تفتحه على حاجه اصغر شويه يعدل من شكل. الله الله، بحب البوت ستراب ده انا. يا سلام يا سلام، حلو جميل الكلام ده، جميل. طب ما تيجي بقى ايه الحاجات اللي خدناها دي كلها نحطها في الخلاط. نحطها في الخلاط صعب، هديك جزء منها علشان بلاش ايه ده كورس ما قبل البرمجه، اديكوا جزء منها. جميل، ايه الجزء منها ده؟ نشوف مع بعض. هروح انا كده اهو هقفل بقى الكلام الجميل ده. تعالوا ايه نطبق شويه من اللي احنا قلناه ده. هقفل الكلام الجميل ده، جميل اهو، ديسكارد، وهعمل ايه؟ وهعمل الاتي، هروح كده افتح اي اديتور يمكنني ان انا اشتغل از افرونت اند ديفلوبر. فمن اسهل البرامج دي برنامج كده ظريف جدا اسمه فيجوال ستوديو كود، فتحته. جميل، وحاجه هنا احتياطي اروح هنا، اروح فين؟ اطلع كده شويه، اروح على الدي، وهعمل فولدر كده ظريف نيو فولدر اهو. وايه هسمي ايه الفولدر ده؟ هسميه فرونت اند، هو ده الفولدر هشتغل فيه. افتح فاضي واروح هنا اهو، اقول له انا عايز اعمل اشتغل بقى ابقى ويب ديفلوبر فرونت اند، اقول له افتح لي نيو ايه فايل. فتح لي نيو فايل. طب احنا اتفقنا ان البراوزر ايه اللغه الوحيده اللي بيفهمها؟ سمعوني كده، ال HTML. يبقى انا لازم اكتب ده HTML، يعني هكتب ملف لازم يكون HTML، لازم، مش مزاجي دلوقتي. طب حلو قوي، بما انه لازم يكون HTML، ركزوا معايا بقى عشان البراوزر يفهمه. حلو، فانا عايز اقول له ان انا عايز اكتب ملف HTML. الحقيقه ملف ال HTML بيبقى ليه ستراكشر معين، بكتب الاول HTML، حلو، واجي تحت كده اهو اقفلها،
الله ده سهل قوي. وبيتكون جواه انه من جزئين، هخش كده تاب صغير عشان اوضح. حاجه اسمها الهيد زي جسم الانسان كده، الراس، واقفلها، واقفل الهيد. وبعدين الجسم بقى البادي، واقفل. الله الله، يا سلام يا سلام. انا كده عملت ايه؟ HTML document. الم بقى كل المساحات الفاضيه ملهاش لازمه، الم دي كمان، والم دي كمان، وبص على المنظر الجميل كده على بعضه. يا سلام يا سلام، حلو. اي معلومه عايزها تظهر لليوزر هتحطها هنا جوه البادي. اللهم الهيد ده ايه قصته؟ لا، الهيد ده بيتحكم في خصائص الصفحه دي. يعني مثلا على سبيل المثال، الصفحه دي تعمل ريفرش كل كام ثانيه ولا ما تعملش ريفرش غير لما انا استدعيها واعمل لها ريفرش بايديا مانيوال. شويه خصائص الصفحه دي، كويس؟ على سبيل المثال هتكون بتعبر عن محتوى بيتكلم عن ايه؟ حاجات كتير ممكن احطها في الهيد هنا. ولكن الصفحه دي عنوانها هيكون ايه فوق؟ التايتل بتاعها هيكون ايه؟ طيب جميل، مش ههتم بالجزء ده دلوقتي. وهبتدي دلوقتي ان اهو ان انا عايز اعمل الويب سايت بتاعي اللي هو ايه؟ ان انا عايز اقول كلمه ماي سيرفيس، واقوم مطلع لك ثلاث ايه؟ ثلاث صور، كل صوره بتعبر عن ايه؟ عن سيرفيس من اللي انا ايه؟ بقدمها. طب جميل قوي، هعمل ايه هنا اهو؟ هقول هنا اهو، هقوم مطلع هنا اقول ايه؟ ان انا عايز اكتب كلمه ماي سيرفيس. دي كلمه عاديه ولا كبيره؟ لو كلمه عاديه هعمل كده باراجراف وخلاص واكتب الكلمه، لكن لو عايزها حاجه كبيره فعندي هنا اهو تاج اسمه H1، وده اكبر فونت ايه في الهيدنج، وهقول له هنا اهو ماي سيرفيس، ماي سيرفيسز، واقفل على صاحبنا ده H1. بس كده؟ اه بس كده. انا كده عملت صفحه HTML؟ اه عملت. بس انا الحقيقه عايز اقول لكم حاجه ظريفه جدا. انا عملت هيد وقفلت، وعملت اسف HTML وقفلت، وهيد وقفلت، وبادي وفات، ايه كل الفيلم ده؟ كان ممكن بدل الكلام ده كله اعمل حاجه ظريفه. ايه ده ايه ده؟ انت مسحت كل اللي عملته؟ اه. اسيف الصفحه دي اي اسم يعجبك. هحطها فين؟ هحطها على الدي جوه ايه؟ جوه اللي سميته فرونت اند. ايه؟ فين اهو فرونت اند. الصفحه دي عشان تبقى هي الصفحه بدايه الموقع مهم قوي ان اسمها كويس باي ديفولت يكون كلمه اندكس او كلمه ويلكم. انا هسميها اندكس دوت اتش تي ام ال. هي الصفحه. حلو، عرف ان الصفحه دي ايه؟ اتش تي ام ال. جميل. عايز تكتب بقى، فممكن هنا بقى الايديتور يساعدك اللي هو الفيجوال ستوديو كود. اكتب له اتش تي ام ال. بص بص عمل ايه؟ طلع لي على طول. عايز اتش ام ال ايه ولا اتش ام ال 5؟ اقول له اتش ام ال 5. بص عم دوس عليها. بس هي عملت حاجات كتير قوي. ايه هي؟ راحت كونت لي هيد بمواصفات معينه، وسابت لي البادي فاضي، وفتحت اتش تي ام ال، وقالت ده هنتكلم اللغه هنا انجليزي، وقفلت الاتش تي ام ال. جميل، عملت كل ده. اه عملت كل ده. وقالت لي في الاول ان الدوك تايب ده اتش تي ام ال. الحقيقه السطر ده معناه ان الفايل ده هيكون اتش تي ام ال 5. جميل. حاجه هنا اكمل عادي بقى، مش هعمل كل اللي كنت بقوله ده، واكتب على طول اتش 1 اهو، واقول ماي سيرفيسز. اوكي، هو ده اللي انا عايز اعمله. واسيف الكلام ده واروح اتفرج على الكلام ده. تعال نروح نجيبه من اهو نشغله، شوف هيطلع ايه. الله، طلع ماي تير ايه؟ ماي سيرفيسز. اوكي جميل. بس انا مش عجباني ماي سيرفيس دي. ايه ده؟ انا عايز اسنترها شويه. الحقيقه في اكتر من طريقه، لكن التبسيط دلوقتي هنعرف ان كان زمان كويس ان اي حاجه عايز تسنترها تحطها جوه تاج اسمه سنتر. طب تعالى نكتب كده سنتر، او التاج اللي اسمه سنتر، فتحناه وقفلناه، قلنا نحطها جواه. اه يبقى هاخد دي كده زي الشاطر واحطها جواه. انا يهمني كنت تشوفوا المنظر ده عشان تعرفوا حاجه مهمه. ايه التاج ده طلع بايه؟ بالاحمر، معناه ان هو قديم، وايه؟ وبقى في بدائل ليه في ال HTML 5. لكن انا هشغله كده برضو عادي. اوكي، واروح هنا اهو واشغل دي. اه اتسنترت فعلا. عايز تحتها بقى ايه؟ اجر خط كده فاصل. طب ايه رايكم في الكلام الجميل ده؟ هل في تاج هيساعدني اعمل حاجه زي دي؟
اروح هنا اهو، هاجي بعد دي كده اهو، اقوم جاي عامل كده اهو واقول له اتش ار. بس كده بس كده اه بس كده اه والله، وسيب واروح اشوف ايه اللي حصل. اه عمل لي خط، بس الخط كبير قوي، ده انا كنت عايزه خط كده يعني يبقى شيك شويه، نص الصفحه بس. طب ايه المشكله؟ هنا بقى هنكتشف حاجه ظريفه، ان اي تاج من دول انا ممكن ابعت له خصائص. زي ايه خصائص؟ بص هعمل ايه اهو، هاجي ودايما الخصائص بتاعت اي تاج بتتحط مع التاج وهو بيتفتح. طب ده هو مفيش، هو بيفتح ما بيتقفلش، خلاص يبقى احطها هنا. اقول له ايه؟ اقول له الويدث بتساوي، بص بص هعمل ايه؟ اقول له 50%. 50% من مين؟ من الصفحه. طب ده هيفرق معايا في الشياكه؟ هنشوف كده مع بعض. تعالوا نشغل الصفحه تاني. اه فعلا عملوا 50% من الصفحه، مش الصفحه كلها. يعني لو انا جيت صغرت الصفحه برضه هيخليه 50%. بصوا اه شايفين اللي بيحصل؟ جميل. عايز بقى ايه؟ انزل هنا صوره وانزل هنا صوره وانزل هنا صوره تعبر عن السيرفيس اللي انا بقدمها. السيرفيس اللي انا ايه بقدمها؟ طب انا بقدم ايه؟ بقدم ثلاث حاجات، يا اما سوفت وير، يا اما تريننج، بعمل لك تريننج، يا اما بقدم سوفت وير، يا اما بصلح الهارد وير. نفترض كده يعني الشركه دي امكانيات، فانا عايز احط ثلاث صور انه بدل ما اوجع قلبي هشغل النت اهو، واروح اقول للنت يا نت تعالي يا نت، فين النت اهي، واقول لها انا عايز ادور على حاجه بتتكلم على الايه التريننج بيكتشرز، واقوم جاي رايح هنا على الايمجز وادور على حاجه هنا ايه بتتكلم على التريننج اهي. والله دي حلوه بتتكلم على التريننج، شايفينها المنظر الجميل ده بتكلم. ابص انزل تحت في اي حاجه عجبكوا تانية، خلاص انا هاخد اي صوره من دول دلوقتي مش هشغل بالي. اهي دي كويسه قوي، دي تتكلم على التريننج. طب هات لي الصوره دي، هقول له سيف اس ايمج اس، وهخزنها فين؟ في الفولدر اللي احنا كنا شغالين منه، اللي كان اسمه ايه؟ كان اسمه فرونت اند اهو، على الدي، وكان اسمه فرونت اند. جميل، واسميها تريننج. اوكي دوت جي بي جي مشغل، ما عنديش مشاكل، خليكم فاكرين انها دوت جي بي جي. واروح ادور على صوره ثانيه بتتكلم على السوفت وير بيكتشر، وادور كده في الايمجز حاجه بتتكلم على السوفت وير، نفترض ايه ابلكيشن سوفت وير. حلوه دي، مش وحشه. خلاص هقوم جاي واخدها برضو اهي تعالي، وهخزنها بشرط ما يكونش عليها كوبي رايت او حاجه. سيف، وهسميها هنا سوفت وير. جميل، وخزنت التانية، واقوم جاي رايح لصورة تالتة عشان السايت احط فيه صور طبعا عشان يبقى شيك. جميل، مش كله كلام بس، اقوم رايح هنا اهو وارجع كده واحدة، واقول له بدل سوفت وير بيكشر هقول له ايه هارد وير بيكشر. اهو جاب لي الحاجات الجميلة دي، هاخد اي واحدة من دول كده ايه تصلح كهارد وير، وليكن دي. اشوف في واحدة تانية احلى ولا حاجة؟ خلاص يعني اي صوره من دول مش قضيه، هاخد دي كويسه. يلا واخزنها سيف ايمج اس. طيب فين 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 سيف ايمج اس هنا برضو، واسميها هاردوير. جميل، بقى عندي الثلاث صور. اقوم جاي هنا بقى عايز اطلع اول صوره، فاقوم جاي هنا اهو. طيب هل عايز الصور دي كمان تتسنتر؟ ممكن، خليها هنا. فهقول له تاج اسمه اي ام جي اهو، قال لي السورس بتاعه ايه؟ فين السورس؟ اجيب منين الصوره بتاعت اول ايمج؟ اروح ابص هنا، انا عارف انا واقف في الفولدر ده، خلينا نروح هنا اهو. مبدئيا اهي الصوره بتاعت التريننج، اروح اجيب اسمها كذا شاطر كوبي، اقوم رايح هنا اهو اقول له السورس بتاعها تريننج. جميل، تعال نجرب الكلام ده شغال ولا لا. اهو يلا وتعال نشغل دي، طلع التريننج. الله، بس ده تريننج بس، اما انا جبتش بقيه الصور. هحط الصور الثانيه ايه بنفس المنطق، يعني ايه؟ يعني كل اللي هعمله هاخد دي زي الشاطر كوبي عشان ما اضيعش وقت. اهو ادي الصوره الثانيه وادي الصوره الثالثه، واغير اسمهم بس، واحده كان اسمها اللي هي السوفت وير، تعالى
تعالي يا سوفت وير، ادي الصورة التانية اهي حطاين اهو، وادي الصورة التالتة اهي الهاردوير احطها هنا. جميل جدا اهي، حلو كده، حلو كده، واسيف الكلام ده واشوف المنظر بقى عامل ازاي. ايه اللي حصل بقى؟ الله الله الله، الدنيا بقت متلعبكه جدا. ما انا عايز بقى ايه، اتحكم في الصور دي يبقى ليها حجم معين كده شيك. طب ايه رايكم لو جيت عملت كده اهو، رحت جاي لكل صوره من دول عملت الاتي، ايه بقى؟ مش احنا قلنا كل واحد من دول ممكن اتحكم في خصائصه؟ فهاجي انا مش محتاج دي دلوقتي، ممكن اشيلها وهقول له الويدز الله بيساوي نقول مثلا 300 بي اكس 300 بيكسل، وهقول الهايت بيساوي 300 بي اكسل. ظبطت الويدز والهايت بتاعتها عشان ما تطلعش كل واحده ويدز وهايت على مزاجها، وبنفس المنطق هعمله هنا اهو. هدي كده كوبي حطه هنا اهو وحطه هنا اهو. جميل، واسيف الكلام ده، وتعالوا نحاول نشوف الوضع بقى عامل ازاي. كده حلو، بقوم ايه، بقوم مجموعه من الصور جنب بعض. حلو الكلام، حلو الكلام ده، كلام رائع. طيب بس الحقيقه انا كنت عايز اعمل حاجه ظريفه. ايه الصوره دي كشكل مش حلو، مش حلوه ليه؟ لانها الخلفيه بيضه وهي بيضه. الخلفيه بيضه وهي بيضه، بعمل ايه في القصه دي؟ يفضل ان الخلفيه بتاعت صاحبنا ده تتغير، ما تبقاش بيضه، تبقى اي لون تاني، اي لون تاني، اي لون، سموني تاني اي لون بقى، بس يليق عليهم كلهم. طبعا انا جبت اي ثلاث صور، لكن مبدئيا اقدر اعمل حاجه ظريفه. اقوم جاي هنا اهو، لما عملت الويدز والهايت كده اهو، اجي لعند الراجل الجميل ده اللي اسمه البادي، خلاص، واعمل له ستايل. ايه الستايل هتعمله له؟ اقول لك الستايل هعمله له. كلمه اعمل له ستايل يعني انا بستعمل دلوقتي السي اس اس، بس بستعمله ازاي؟ مع الايه؟ مع الاتش ام ال، مع التاج ستايل. هقول له ايه؟ هقول له باك جراوند كلر، اهو باك جراوند كلر. الله، انا دوست على ايه؟ هنا باك جراوند كلر، نرجع تاني نجيبها باك جراوند كلر، وهنقي لون كده من دول. ايه رايكم في اللون ده؟ معقول، المهم يكون مش ابيض يعني. حلو، تعالى نسيف الكلام ده ونشوف ايه اللي حصل. نريفرش. ماشي، مفيش مشاكل اهو، لون بدل ما يبقى كله ابيض كده اهي شغال. طبعا تبقى مش قضيه اللون دلوقتي. حلو، السؤال المهم بقى الجامد، ايه السؤال المهم الجامد؟ ايه اللي انت عملته هنا؟ قعدت قلت الويدز كده والويدز كده والويدز كده للايمج دي والايمج دي والايمج دي، كويس. طب انت ممكن تعمل حاجه ظريفه. ايه الحاجه الظريفه دي؟ ان بدل ما تقعد تكتب دي مع كل واحده، تقوم جاي هنا اهو في الهيد، في اي حته في الهيد كده او مش المكان يعني لسه هنشوف قصته، وتقول له ان انا عايز اعمل ستايل. ايه الستايل ده؟ اقول له للايمج، للايه؟ للايمج، اهي الايمج. انا كده بستعمل السي اس اس بقى، خد بالك، واقوم جاي عامل كده اهو، اهو الايمج. عايز تعمل ايه؟ ان اي ايمج تجي لك في الصفحه دي، انا عايز اخلي الويدز بتاعها 300 والهايت بتاعها ايه؟ 300. فاقوم كاتب له ان الويدز كده 300 بي اكس، والهايت ماله؟ 300 بي اكس. انا بكتب دلوقتي سي اس اس وبقول له الايمج تاج اعمل فيه كده اهو. اي ايمج تاج يعني، ده يعمل فيه كده، ده يعمل فيه كده، يعمل كده. يعني ماليش لازمه لدول بقى خلاص. مفيش لازمه لدول خلاص، شيلهم شيلهم، مالهمش لازمه خلاص. ازاي مالهمش لازمه؟ ما احنا عشان عملنا فوق ستايل للايه؟ للايمج، ان يخليها 300 في 300. يعني ده هيجيب نفس الايفكت؟ والله، كنترول اس اهو، واجي هنا اهو واعمل ريفرش، جاب لي نفس الايفكت. بس انا ممكن اعمل بقى زياده. ايه زياده؟ هقوم جاي هنا اهو واقول له ايه؟ راوند او بوردر، ممكن اقول له بوردر ريديس. ايه بوردر ريديس ده؟
بوردر ريديوس ده بيعمل زي بوردر حوالين الصوره. طيب البوردر ريديوس هعمل فيه ايه؟ هقول له بوردر ريديوس هخليه 150 نص ال 300، 150 بي اكس. هتعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه دلوقتي انا عملت كده؟ بص بقى المنظر بقى عامل ازاي؟ الله الله، يا سلام يا سلام، ده طلع فعلا السي اس اس بتخلي الصفحه اشيك. شفت المنظر بقى شيك ازاي دلوقتي؟ اول ملف كده. ايه بقى قصه ال 150 دي عشان حد يفهمها؟ دي سهله جدا، دي سهله خالص، دي سهله قوي. ايه القصه؟ هروح هنا. مش انت كنت عامل الصوره بتقول له ان ابعادها اهي، الصوره اهي بتقول له انها 300 في 300؟ اقول له فانا عايز اقول له ايه؟ شايف الحته دي اللي هي النص اللي هي 150، تعالى من عند ال 150 وقوم عامل كده ايه؟ لفه لغايه لما توصل عند ال 150 هنا. وهنا نفس الكلام من 150 لل 150 هنا. ومن هنا 150 لل 150 هنا. انا قلت له 150 اللفه بتاعتك، الحرده 150. لكن لو خليت الحرد اقل من كده كان هيبقى الشكل بيضاوي مش مربع كده. عشان كده انا نقيتها 150 اللي هي نص 300 بالظبط، عشان تبقى دايره بالظبط. اكد لكم الكلام ده حالا. لو انا خليت الحرده دي، بصوا 15 بكسل بس، بصوا هيحصل ايه. تعالى نروح للايه؟ الصفحه بتاعتنا ونعمل ريفريش. بصوا المنظر بقت حرده على صغيره قوي، 15 بكسل بس الحرده. انا عايزها كبيره 150 الحرده دي عشان تبقى دايره. خلاص انا فهمت. فهمت موضوع الايه؟ الحرده دي اخليها 150 بكسل. جميل. كنترول بيس، نيجي نعمل ريفريش للصفحه اهو. هنلاقيها بقت شيك قوي وجميل. الله، جميل قوي. طب انا عايز اعمل حاجه، عايز لما اجي عند ده واكليك يوديني على الصفحه بتاعت التعليم. اما لما كليك على ده يوديني عند الصفحه بتاعت كذا، لما كليك عند ده يوديني عند الصفحه بتاعت كذا، عشان يبقى السايت بتاعي خلص بقى، خلصت. ايه؟ ساعتها هنا انت لازم تستعمل اتش تي ام ال وتستعمل تاج اللي بيعمل لك لينك. اللي هو الانكر تاج اللي بيعمل لك لينك يوديك لصفحه ثانيه. طبعا انا ما عنديش ثلاث صفحات وما عنديش وقت ان اضيع ثلاث صفحات، ولكن هعمل حاجه ظريفه. هشوف اي ثلاث صفحات موجودين على النت وهستخدمهم. يعني مثلا هاجي هنا اهو. انت فين؟ ادي الايمج اهي. شايفين الايمج؟ فانا هعمل ايه؟ هقوم جاي الاول اعمل حركه لظريف. اعمل الاول كده اهو التاج اللي اسمه ايه؟ اللي هو اللينك. التاج اللي اسمه لينك ده كويس؟ بطلع معاه كلمه. مثلا اقول جو تو ماي ايه تريننج بيج. حلو، ده اللينك. واجي لازم ان هو اقول له فين ماي تريننج بيج، او جو تو، بلاش ماي عشان هي مش ماي دلوقتي، جو تو تريننج بيج. اقوم جاي هنا اقول له ايه حاجه اهو بنسميها اتش ريف، يعني الريفرنس بيساوي. طبعا انا كان ممكن اسهل القصه دي عليا ازاي خالص. بص بقى، بص اجي اقول له هنا ايه واعمل تاب، هو ظبط لي القصه كلها وطلع لي اتش ريف الاساسيه. واقول له هنا عايزك تروح عند اتش تي تي بي كولن كده، وروح مثلا ايه في سايت كده تعليمي حلو، تعالى نروح له بس دلوقتي مبدئيا لغايه لما احنا نعمل نكمل صفحاتك، اسمه دبليو 3 سكول. فاكرين ولا لا؟ اهو اسمه w3school.com. طيب تعالى كده كوبي، واقوم جاي هنا اهو اقول له www.w3school. هو كتب لي كل اللينك اهو حتى لما انا اخدته، يعني ممكن اشيل كل الكلام ده زي ما هو جايبه كده لما اخدته كوبي. جميل، ده اللينك. طب تعالى نسيف الكلام ده. عملت غلطه ولا ايه؟ في حاجه حصلت. هتشرف. اوكي اهو، تعال نسيف الكلام ده. جميل، ونعمل ايه؟ ونروح كده للايه؟ للصفحه بتاعتنا. فين الصفحه بتاعتنا اهي؟ نعمل لها ريفريش. كويس، هلاحظ حاجه. ايه ده؟ مفيش حاجه ظاهره. لان انا حطيت ده من غير ما هنا احط كلمه تظهر عشان ادوس عليها. اهو نقول ان هو مثلا جو تو تريننج. حلو، ونسيف الكلام ده ونعمل كده اهو، ونعمل ريفريش. هي ظهرت كلمه جو تريننج. لو دوست عليها هتروح فين؟ W3 سكولز. ارجع. بس انا مش عايز كده خالص،
مش عايز جو تريننج، كنت عايز لما ادوس على دي يعني بدل الكلمه عايز الصوره هي اللي توديك. طب ما دي سهله قوي، هتقوم جاي هنا اهو شايل الكلمه، مش عايزين الكلمه، امال عايز مين اللي يوديك الصوره؟ خد الصوره اللي عايزها توديك هي دي، كنترول اكس، حطها جوه بطرح الكلمه، ده موضوع سهل قوي، بس كده. بس كده. ونفس الكلام اللي عايز تعمله في بقيه الصور، بس ده مش موضوعنا. تعال نعمل ريفريش كده اهو، اهو بص بقى لما اجي عند الصوره دي مفيش حاجه، لكن لما اجي عند الصوره دي بص حصل ايه؟ بقى في علامه ايد كده اهو، عايز يروح حته دوس عليها وداني على دبليو سويس كورس. الله الله، يا سلام يا سلام، هتكمل سعادتك بقى دول. المهم خلاص عملنا ايه؟ استخدمنا ال HTML، اي نعم خدنا كام تاج كده عبطه، واستخدمنا ال CSS، عملنا اللفه ديت مش كده، وعملنا الايه؟ الالوان بالستايل، عملنا شويه حاجات بالسي اس اس. جميل. ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل الاتي، ان استعمل الجافا سكريبت. خدوا بالكم في حاجه مهمه قوي، لما جيت عايز استعمل ستايل استعملت تاج اسمه ايه؟ ستايل. حلو قوي. طب لو عايز اكتب جافا سكريبت، لو عايز تكتب جافا سكريبت هتستعمل تاج اسمه جافا سكريبت، او اسمه سكريبت بقى طبعا. اوكي؟ طب هعمل ايه بالجافا سكريبت؟ هقول لكم هعمل ايه. انا هاجي هنا اهو على سبيل المثال، قبل ما اكتب هنا بعد، تعالى نتفرج على الصفحه عشان اقول لكم انا هعمل الكلام ده فين. ادي ريفريش هنا اهو، هاجي جنب دي هنا اهو كده اهو، عايز اكتب هنا اهو ايه مثلا جود مورنينج، كلمه صغيره كده دلوقتي مبدئيه. هقوم جاي هنا اهو، فين فين فين؟ هنا في الحته دي بعد دي هنا اهو، واقوم عامل كده باراجراف صغير واكتب جواه جود مورنينج، اسف جود مورنينج. اوكي ماشي، مش عاجباني انا جود مورنينج دي. ماشي، مش قضيتي، مش موضوعنا دلوقتي. جود مورنينج. اوكي. فنعمل ايه؟ عملنا كده، تعال نسيف ونشوف اللي هيحصل ايه. ادي ريفرش، ظهرت هنا كلمه جود مورنينج، ماشي تحتها لانها جوه السنتر جود مورنينج. بس انا لو بالليل هيكتب برضو جود مورنينج، ودي حاجه مش حلوه. فانا عايز اعمل لعبه ظريفه بقى. ايه اللعبة الظريفة؟ هخش هنا اهو، استعمل بقى الايه؟ سكريبت اللي هو الجافا سكريبت. قال لي ناوي تعمل ايه؟ قلت له انا ناوي اعمل ايه؟ قلت له هنا اهو ان انا عايز اعمل حاجة مهمة قوي. ايه؟ الحتة دي اللي اسمها جود مورنينج عايز اعلمها. تعلمها ازاي؟ هديها اي دي واسميها الويلكم، اللي هو بيقول لك ويلكم، ده الاي دي بتاعها اللي هي بتقول جود مورنينج دلوقتي. بس هاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له اول ما تشتغل انا عايزك تروح تعمل الاتي، تعرف متغير ايه؟ عباره عن ناو، ده بيساوي، عايز اعرف الوقت دلوقتي، فديت كويس دوت جيت، هبتدي اعرف متغير من النوع دي اهو. فاجي اقول انه متغير هسميه الكرنت دلوقتي بيساوي نيو ديت. اوكي، نيو ايه؟ ديت كده، دي كده ماشي، نيو ديت. وحاجه هنا اهو هعرف فاريبل اسمه الكرنت ايه؟ اور اتش. عباره عن ايه؟ انا كده برمجه بقى. عباره عن ايه؟ عباره عن الكرنت ده دوت جيت، جيت ايه بقى؟ جيت اورز، هات الوقت، هات الساعة بتاعتك. طيب هنعمل حاجة ظريفة دلوقتي. ايه؟ هنطبع الساعة دي في المكان ده اللي اسمه ويلكم. فدي سهلة قوي. هي ويلكم دي موجودة فين؟ هات الرسم، هات الصفحة، موجودة جوه هنا في الدوكيمنت، في الجزء ده. فاجي اقول له ان اهو دوكيمنت اهي دوت جيت، لا دوكيمنت اعتقد ان انا سمول مش كابيتال، دوكيمنت دوت جيت element by id، ايوه افتح قوس ايه جيت element by id ايه
وهجيب الاي دي اللي هو كان اسمه ويلكم اهو، هاته. ولما توصل له دوت انر اتش تي ام ال اهو، هو ده، حط فيه الايه الكرنت اتش. مبدئيا بس انا هعمل كده دلوقتي الكرنت اتش. تعال نسيف الكلام ده ونشوف ونرفرش. بدل جود مورنينج دي شوفوا هيحصل ايه، ما حصلش حاجه. يبقى انا عامل حاجه غلط. ايه الحاجه الغلط؟ سكريبت فار كرنت. جميل، هات الكلام ده كله كده زي الشاطر. اوكي، طبعا ممكن اعمل حاجه ظريفه الاول، اتاكد بس من حاجه. وانا شغال كده اهو، اقوم جاي قايل له كده ايه انسبكت، واروح عند الكونسول. في غلط انر اتش تي ام ال اوف نال. طيب هنعرف ايه الغلط. كرنت اتش فار ده بيساوي كرنت اتش اوف نال. هنا في مشكلة صغيرة. تعال ناخد الكلام ده هنا اهو، ناخده زي ما هو كده اهو سكريبت. تعال ناخده اهو كنترول اكس، ونحطه فين؟ انا هحطه في الحتة دي هنا اهو. بس انت ممكن تحط سكريبت في اي مكان يعجبك، بس انا هشرح انا عملت كده ليه. واقوم عامل ريفريش، واقوم رايح على الكونسول، الايرور اختفى وظهرت هنا نمره 6. لا 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 لا، ايه الحكايه دي؟ الحكايه بسيطه قوي، الحكايه بسيطه. انت كنت بتقول له هنا اهو ايه، هات الساعه وروح حطها عند الويلكم. كان الكلام ده فوق، كان هو لسه ما عرفش فين الويلكم دي. فمهم قوي انك تحط دي بعد ما تكون عرفت ان الويلكم هو المكان ده، عشان يبقى هو شافه فعلا وجاب ايه الساعه 6 دلوقتي. يعني الساعه دلوقتي 6 صباحا. جميل، بس انا مش عايز احط الساعه 6. ما انت عايز تحط ايه؟ بناء على الساعه. بناء على الساعه. طب تعالى بقى، بناء ده يبقى اف، اف ايه؟ اف الكرنت ايه اور. مالها؟ هنفترض بقى ان لو كانت اكتر من الساعة 17 اللي هي 5 بعد الظهر، لو اكتر من 5 بعد الظهر ايه؟ تعالى عند الدوكيمنت ده هنا اهو، وقول له بدل الكلمة دي قول له جود ايفنينج. جود ايفنينج. خلاف كده اهو ايلس، نفترض كده يعني ايلس ايه؟ ايلس قول له بقى هنا اهو، هات كوبي من دي كده زي الشاطر، كوبي حطها هنا اهو، قول له ايه؟ قول له جود مورنينج. حلو، يبقى ده المعيار بتاعي. لو اكتر من 17 هيقول كده اهو، اقل من 17 هيقول جود مورنينج. خليكم فاكرين هي كانت كاتبه كام؟ 6. احنا دلوقتي واضح ان احنا الصبح، يبقى لو عملنا ريفرش هتقول لي جود مورنينج. الله الله، سلام سلام. ونفس الصفحه لو فتحتها بالليل هتقول لي جود ايفنينج، وهتقول لي انا مش مقتنع بكلامك ده. ولا تزعل نفسك اهو، هروح للساعه. كويس، فين الساعه؟ خلينا نروح نغير الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنترول بانل اهو، وخلينا نروح كلوك اند ريجن، وادي ديت اند تايم، وحاجه هنا تشينج ديت اند تايم، وحاجه عند التايم ده بدل ما الساعه 6 هخليها الساعه 18، او يعني ايه؟ او يعني 6 بس بعد الظهر، اللي هي ايه؟ اللي هي تبقى بي ام. اوكي اوكي خلاص، غيرت الساعه بقت 6 بعد الظهر. طب دي تفرق في حاجه؟ تفرق. شايفين جود مورنينج دي؟ تعال نعمل ريفريش للصفحه. كتب ايه؟ جود ايفنينج. الله الله، يا سلام يا سلام. يبقى لو حد فتح الصفحه دي بالليل هيقول له جود ايفنينج، فتحها الصبح هيقول له جود مورنينج. طيب جميل، تعالوا نرجع بس كل حاجه مظبوطه، ان انا كده بوظت الدنيا. كنترول بانل، وادي ريجنال سيتنج، هرجع ساعتي مظبوط زي ما كانت اهي، هرجعها تاني ايه
لا سوري، هاجي عند بي ام وارجعها تاني اي ام. اوكي 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 وريفريش الصفحه، هيرجع تاني يقول ايه؟ جود مورنينج. ريفريش جود مورنينج. تمام. طيب خلصنا الكلام الجميل ده، خدتوا فكره عن ال HTML، عن CSS، عن جافا سكريبت، فكره. المهم هم دول الادوات اللي هتخليك تبقى راجل ايه؟ فرونت اند ايه؟ ديفلوبر. بس طبعا الكلام الجميل دوت مش هياكل عيش، لازم تتعلم شويه حاجات، ازاي تعمل فورم ريجستريشن، وازاي تعمل ان هو تعمل فاليديشن عليها، كل الحاجات دي بالجافا سكريبت هتمكنك انك تبقى فرونت اند ديفلوبر كويس. هكتفي بالجزء ده، هنكمل في فيديو تاني، لسه عندنا كلام كتير نقوله في الويب بروجرامينج.